كورشيد في 8 شهور تقريبا شبه بعد 25 جويلية شبه بين الفردية المطلقة وليت وطد لا هي شبه مش وطد فقط، شبه هي معناها مقولة قديمة ولكن تبنوها. اما هذيك في شبه اقطاعي شبه مستعمر، هذا كان مقولة الوطد اللي عندهم برشا افكار جدية راه الوطد ما يلزمش ولكن حقيقة احنا في وضعية ما تشبه لحد شيء، هكا علاش نقول شبه ما تشبه لحد شيء. احنا ماناش نظام ملوكي تيوقراطي وفي المقابل ماناش نظام ديمقراطي، احنا ماناش دولة سليمة وماناش دولة مريضة معناها على سرير الموت، احنا ماناش في اقتصاد قوي واقتصاد لا يموت، احنا في كل شيء تلقانا في حالة تراوح. وهذا نجم على أنه التوانسة ذهبوا في رحلة طويلة من الضياع لمدة 10 سنوات كاملة، ويبدو أن هذه الرحلة متواصلة مع رئيس الجمهورية الحالي الرئيس قيس سعيد، ونحن ماشيين من ضياع إلى ضياع، وهذا الحقيقة سيجعل وضعنا الكل من سيء إلى أسوأ. وهذاك علاش سميته بمرحلة الشبه هذه. الشبه ما ينجمش يكون مرحلة بين مرحلتين. مبروك كورشيد، ربما نلتقط لهنا توصيف الغرامشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، يبدو أنه مغرم بأفكار أنطونيو غرامشي الفيلسوف والمفكر الإيطالي الغني عن التعريف، في مرحلة ننتقل فيها من حقبة سوداء، حقبة تم فيها انحراف خطير بالمسار الديمقراطي، تجربة توانسة عانوا فيها الويلات، وما دليل على ذلك إلا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن اللي نعيشوا فيه، مظاهر الفساد، الملفات والفضائح اللي تنكشف من حين إلى آخر، إلى حقبة يسميها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بالتاريخ الجديد والفكر الجديد القائم على مقاربة جديدة. شوف هو فكرتني في غرامشي، احنا دخلنا في الأدب، خلينا ندخلوا في الأدب الشعري. لا توجد منزلة وسطى ما بين الجنة والنار، قال نزار. وهذه حكاية الوسطيات الهلامية ما هيش ممكنة. الخيار يا اما ان يكون صحيح وواضح وما فيش تردد، او يكون خيار خطأ بكل صراحة، يعني بكل وضوح. احنا من 25 جويلية ساندنا 25 جويلية ووقفنا مع 25 جويلية من حيث المبدئية، لأن قلنا لابد من خروج من أزمة نظام الحكم الذي كان قبل 24 جويلية. شعملنا مشينا من نظام حكم يقتل الدولة، من نظام حكم يدمر المؤسسات، إلى إلغاء المؤسسات. يعني رجعنا لمرحلة ما قبل الدولة. يعني رجعنا بيان سير لأنه وقت لما يكون